قرار وقف القيد لنادي الزمالك شايفه ازاي يا فندم؟ دي كانت اخطاء فادحه جدا، اخطاء اداريه واضحه جدا في مجلس اداره نادي الزمالك السابق واللي قبليه كمان، يعني مش هنقول مجلس اداره السابق لكن اللي قبليه. الزمالك للاسف الشديد ما عندوش احترافيه في التعامل مع اللوائح والقوانين. نادي كل ما بنشوف كل ما بتعاقد مع مدير فني او لاعب اجنبي لازم بعد نهايه العقد لازم نلاقي ازمه، لان نادي الزمالك ما بيلتزمش بعقوده مع اللاعبين، بيكون في خلل اصلا في العقود، بيبقى في خلل فادح جدا في العقود، ما فيش احترافيه في العقد. عكس النادي الاهلي مثلا كل ما بيخلص لاعب بيمشي من النادي الاهلي بنبص نلاقي النادي الاهلي بياخد حقوقه كامله. اخيرا ابراهيم عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي لما انتقل لاهلي جده ومن اهلي جده راح لبيراميدز، النادي الاهلي حصل على حكم بغرامه ماليه 2 مليون دولار، يعني النادي الاهلي هيستفيد من عبد الله السعيد 2 مليون دولار. عكس نادي الزمالك لسه نادي الزمالك عمال يدفع وصلت المديونات 17 مليون دولار، وده اكيد في خلل كبير جدا جدا في المنظومه الاداريه والمنظومه الاحترافيه في نادي الزمالك. لازم يكون في واحد يكون مسؤول تعاقدات جيد جدا ويكون على علم بكل اللوائح الدوليه، لان دي مشكله حقيقيه. نادي الزمالك بيفسخ تعاقدات وما بيكونش عارف توابع الفسخ ده ايه، بنشوف بيطلع تصريحات ان تم فسخ التعاقد بالتراضي وبنكتشف بعديها باسبوع ان الامر ده كان غلط مش حقيقي. بدايه ان الناس اللي بتمشي من الزمالك بترفع شكاوي، يعني بقى احنا بنتكلم على مثلا دلوقتي بنتكلم على 17 قضيه نادي الزمالك منظورها في الفيفا يعني. فبالتالي الامر واضح تماما، هو مش خلل، هو اكتر منه انه في خلل، يعني المنظومه نفسها منظومه الاحتراف نادي الزمالك ناقصه كتير جدا. رايك ايه في الانتخابات بقى؟ حضرتك بتؤيد كابتن خطيب، ربنا يا رب يديله الصحه ويخليه يا رب وما يحرمنا منه خلاص ابدا. حضرتك مؤيداه اهو جدا. طبعا جدا طبعا طبعا، يعني ده احنا بجد احنا متربيين على حب الخطيب، يعني مش هقول ان انا صغيره بس يعني من وانا وعيت وبقيت عرفت الكوره وكده، كابتن الخطيب ده بالنسبه لنا اتفرج على اهلي وزمالك كان عندي انطباع ان الخطيب ده هو رئيس النادي الاهلي وحسن شحاته هو رئيس نادي الزمالك، ما كنتش اعرف يعني ايه رؤساء انديه. انا فاكر ان النجم ده الكابتن محمود الخطيب ده هو رئيس النادي الاهلي، وفاكر ان حسن شحاته ده هو رئيس نادي الزمالك قبل ما اعرف ان لا في مجالس ادارات وكده. بالتاكيد طبعا انا من صغري وانا كنت بحلم في يوم من الايام ان انا اشوف الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكان نفسي اشوف الكابتن حسن شحاته او الكابتن حازم امام رئيس نادي الزمالك. طبعًا الناس دي بجد الجمهور محتاج النوعيه دي. الجماهير محتاجه القدوه، محتاجه ان يكون رئيس المنظومه واحد يكون قدوه ليهم، يكون مثل الاعلى ليهم، يكون اسطوره بجد يعني. فبالتاكيد في دعم كبير جدا للنادي الاهلي بشكل كبير جدا لقائمه كابتن محمود الخطيب. جمهور النادي الاهلي يمكن عدم ترشح احد قدامه ده اكبر دليل على ان هو ازاي فاز مش هقول بالتسكيل، ان في منافس طبعا بنحترمه الاستاذ خالد سليمان، لكن اعتقد مش دي الانتخابات اللي بنشوفها يعني. مفيش قوه عظمى قدام الكابتن محمود الخطيب، وده معناه ثقه كبيره جدا من الجمعيه العموميه ان مفيش حد شايف نفسه يقدر ينافس الكابتن محمود الخطيب. فده شيء تسكير الكابتن محمود الخطيب، وفعلا اللي عمله واللي تحمله على مدار الاربع سنين فاتت لا تحمله بشر. انا كنت مسافر مع النادي الاهلي كل رحلاته، والكابتن محمود الخطيب كان بيبقى مريض جدا جدا جدا. انا والله مدام هلا والله كان بيصعب عليا جدا الكابتن محمود الخطيب لما كل بسافر الدوله ويكون درجه الحراره فيها تحت الصفر او ولا ايه، واقف بالجاكيت بيتفرج على التدريب.